في ايه يا سليمان؟ تاني مرة تقول لي شوف شو قاعد اشوف مش شايف أي حاجة غريبة في الحادثة. إزاي سعادتك؟ أنا إحساس إنها مترتبة، شكلها مترتبة. ده أول هانم ما صرخت، اللي اسمه سيد ده كأنه مستني علشان يلحقها. ما هو ده اللي بيسموه سرعة البديهة يا سليمان، ودي الميزة اللي كانت عندك، بس الظاهر إنها راحت مع الزمن. ما فضلش غير الوسواس والشك في صوابع إيديك على الفاضي. يا فندم أنا عايز أوصل لسعادتك إنه عملت إيه في موضوع التسمم بتاع ليلة راس السنة؟ وعملت ايه في موضوع رشاد اللي طلع لنا زي عفريت العلبه؟ وهتعمل ايه مع الولاد السفله اللي حاولوا يخطفوا مراتي وابني في املاكي وفي عز الظهر؟ خلي بالك انا صبري عليك ابتدى ينفد، وانت اكتر واحد عارف لما صبري بينفد بيحصل ايه. ان شاء الله مش هنوصل المرحله دي يا باشا. بعد اذن سعادتك. بس ما انا اسفه، انا السبب في اللي بيحصل ده. ولا يهمك، اكيد هنعرف نتقابل بره، ومحدش عارف الخير فين، ممكن ده يكون احسن لنا. بس انت ليك علاقه باللي حصل النهارده؟ انت مجنونه يا بسنت، انا غشيم يعني عشان العبها كده؟ ما انا بصراحه خفت لا تكون انت. مش مهم، امسك ده مفتاح الفيلا بتاعت ماما هنا، وده العنوان، تقدر تروح تقعد هناك وانا هبعت لك حد يوضب الفيلا وياخد باله من كل حاجه. حظي كويس اني لحقت اودعك، كنت هزعل قوي لو كانت فاتتني لحظه زي دي. اشوف وشك بخير يا بسنت. وانت كمان يا باسم. عن اذنك يا عمي. بابا انا كنت بس إيه؟ بنت عم بتودع ابن عمها عادي جدا. مش هتطلعي تنامي؟ انا النهارده يومي كان طويل محتاج انام. تصبحي على خير. الله اكبر. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. حضرتك بتحبك اقعد. مش لما اعرفها الاول يا عم بشير اشوف اذا كانت بتحبني ولا بتكرهني. ليه والاخ مش متجوز ولا ايه؟ بركات. ايه ايه ده؟ سيب الراجل يفطر. اعرفكم الاخ سيد الجارد بتاع الهانم. الشيف بركات. مصطفى. لطيفه. ادم. لطيفه طبق وسرفيز لسيد بسرعه. الباقيين سبقونا على فوق. حاكم سالم بيه بيصحى من النجمة. شكله صعب قوي سالم بيه ده، صح؟ بتهيألك. أصلك لسه ما عشرتوش، ده مفيش أطيب منه. مفيش أطيب منه؟ ده طيب قوي يا سيد، ده بيشر طيبة من كل حتة. بركات. طب ومراته زيه كده؟ مدام ريهام؟ مدام ريهام بقى دي الكريم شانتيه بتاعت الفيلا. كريم مين؟ كريمة البيت. طيبة إيه وحنية إيه؟ مع حفظ المقامات، تحس إن هي واحدة مننا مش منهم. للدرجة دي؟ وأكتر من كده يا سيد. على كده بقى دول متجوزين من زمان خالص، ده دوبك ما كملوش سنه. قلت لي يبقى الراجل اول ما اتجوز راح مخلف على طول. طبعا، ما هي لو ما كانتش خلفت منه ما كانتش كملت معاه. ليه بقى؟ هقول لك انا ليه. اصل سالم بيه وبنته بيعاملوها معامله. بركات، ايه في الباكابورت ده؟ ده هو برضو اللي من ساعه ما قعدنا لوك 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 مش عارفين ناكل لقمه. قول له يا سيد هو عم بشير على طول كده قلبوا عليا ان انا رغاي. انا رغاي يا سيد؟ لا يا راجل حاشا لله، لطيفه هي اللي رغاي. صباح الفل يا رجاله. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي. انا عايزك بعد ما تفطري تروحي تضربي نار. طب ما انا بعرف اضرب نار. هو انا صحيح بقالي فتره ما اتمرنتش بس في الاخر بعرف اضرب نار. معلش انا عايز الناس تشوفك وانت بتضربي نار. عايزهم يشوفوكي وانت ماسكه المسدس بتاعك. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. ده في حد ذاته يخلي اي حد يحاول يعتدي عليكي زي ما حصل مع ريهام يفكر ألف مرة. حاضر، اللي تشوفه حضرتك. وجيه أخباره إيه؟ لسه نايم، كان سهران طول الليل. أنا مش عارفة طالع سهرتي لمين. لا أنا ولا أنت كده خالص. طالع لأخته. أنا رايح مكتبي في القرية، لو احتجت أي حاجة اطلبيني. ميرسي يا حبيبي، السلام. عشان مين الورد ده؟ عشان الهانم يا فندم. ألف حمد لله على السلامة يا ريهام. سالي ايروبكس؟ مين سالي ايروبكس دي؟ سالي؟ دي بنت تعرفت عليها في الكوافير. هي مش سايبة نمرة تليفونها؟ سايبة نمرة التليفون. وصل البوكيه المدام. تحت أمرك. اتفضلي يا فندم. ميرسي قوي. تحت أمرك.
الو سالي، انا ريهام. انا عارفه انها قلت ذوق مني اني ابعت ورد، كان لازم اجي واجيبه لك بنفسي، بس بصراحه اتكسفت. اتكسفتي؟ لا يا حبيبتي، ده بيتك تنوري في اي وقت. لا، ما انا موضوع الهجره غير الشرعيه ده ما اعرفش، ما بلعتوش كده. ليا واحد صاحبي بيخلص لي كل الفاز وانا في البيت، هيطلع في دماغي ليه يعني؟ صباح الخير يا باشا. خير. قول لي يا خدامك سيد يا باشا. تعرف تضرب نار سيد؟ لا اضرب نار، لا انا بطبعي مسالم يا فندم. الزمن ده ما بقاش فيه مكان للمسالمين. سليمان، سيد يتعلم ضرب النار فورا، واول لما يتعلم تطلع له رخصة السلاح. رخصة سلاح وضرب نار. احنا هنحارب ولا ايه؟ في نوعين من العلامات، علامات ثابتة ودي اللي هنبدأ بيها. أنت دخلت الجيش ولا لأ؟ لا يا باشا، خدت إعفاء. ليه؟ لا ليه، دي بقى عندهم في الجيش هناك. دفعتي خدت التأجيل 3 سنين في 3 سنين لحد ما ادوني إعفاء نهائي. طيب بص، أنا عايزك تصوب في العلامة اللي في النص الصغيرة دي. خلاص؟ أو يعني على قد ما تقدر أقرب حتة جنبها. أنا هجرب عشان تشوف. يلا باشا. يا ابني ركز معايا. حاضر يا باشا. اللهم صلي على النبي. احنا في مولد يا ابني، ما تركز. يلا اضرب. لا اتفرج عليا. ايوه اضرب. حاضر يا باشا، حاضر. اضرب 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 اضرب. انت بتقول انك ما ضربتش نار قبل كده؟ ده بركه دعاء الوالدين يا باشا. بركه دعاء الوالدين. بتيجي مع العمي طباط. سرعه رد فعل تقريبا في الاهداف المتحركه 100%، وبيقول انه لا دخل جيش قبل كده ولا ضرب نار. جايز حظ مبتدئين، وجايز يكون بيستهبل. بقولك ايه، حط عينك على الواد ده كويس وخلي بالك منه. اوامرك يا سليمان باشا. انا عرفت من مدام زيزي في الكوافير، قلت لازم اجي اقولك حمد لله على السلامه بنفسي. ميرسي قوي يا حبيبتي. فسامت بنت جوزي. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. هو انت كمان بتضربي نار؟ لا انا ممكن يغمى عليا بجد. سالي مدربه ايروبكس، لسه راجعه من اليابان طازه. اهلا وسهلا. انت بتقولي اني مدربه ايروبكس؟ ايوه. طيب معاكي شهادات خبره؟ معايا بس بالياباني، ما تخافيش، معايا واحده تانية بالانجلش. طيب عظيم. بتشتغلي فين؟ بقولك لسه راجعه حالا من اليابان طازه. طيب لو ما عندكيش مانع وتحبي بعد ما تخلصي قعدتك مع ريهام تعدي عندنا في القريه، يمكن يكون لك نصيب وتشتغلي عندنا. اوكي اوكي، عن اذنك. اتفضلي. نورتي. اتفضلي. Thank you. انتي بتقولي انها بنت جوزك؟ غريبة ولا ايه؟ لا خالص، بس افهم من كده ان فرق السن بينكم كبير. هنعمل ايه بقى في القسمة والنصيب؟ بس اكيد في حب، الا لو انتي عايزة تبعدي العين عنكم.